بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة نبدأ محاضرة جديدة في مادة محاسبة شركات الأموال. هي المحاضرة في تسجيلات الفيديو، المحاضرة رقم 5، وإن شاء الله طبعا 5 بالإضافة، ما ننساش إلا المحاضرات اللي كانت معانا في المدرج. احنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها، بدأنا ناخد المعالجة المحاسبية ل السندات، وخدنا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت إصدار السندات بقيمتها الإسمية، والمحاضرة اللي فاتت خدنا إصدار السندات بعلاوة إصدار، والنهاردة إن شاء الله مع بعض هناخد إصدار السندات بخصم إصدار. بس تعالوا كده نفتكر مع بعض الأول، إمتى السند هيتم إصداره بالقيمة الإسمية، وامتى هيتم اصداره بعلاوة اصدار، وامتى هيتم اصداره بخصم اصدار. احنا قلنا لو سعر الفايدة الاسمية اللي هي مكتوبة على السند، يعني سعر الفايدة بتاع السند بتساوي سعر الفايدة في السوق، يعني لو احنا الفايدة اللي سايدة في السوق 18% والفايدة بتاعت السند بتاعنا 18%، هطلع السند بتاعي بسعر الإصدار بتاعه، يبقى سعر الإصدار بيساوي القيمة الإسمية. ده إمتى؟ لو سعر الفايدة الإسمية اللي هي بتاعت السند بتساوي سعر الفائدة السائدة في السوق. طيب لو عندي سعر الفايدة بقى الإسمية بتاعتي، الفايدة بتاع السند بتاعي أكبر من سعر الفايدة اللي في السوق، أنا عندي ميزة زي ما إحنا قلنا، تمام؟ هنا هيتم إصدار الأسهم بعلاوة إصدار. ليه؟ أنا عندي ميزة، عاوز تاخد الميزة بتاعتي ادفع حاجة شوية زيادة شوية. طيب امتى بقى تزود دور السندات بخصم اصدار؟ تصدر السندات بخصم اصدار عندما تكون الفائدة الاسمية اقل من الفائدة السائدة في سعر السوق. يعني ايه؟ يعني لو انا الفايدة عندي 18% وكان في شهادات استثمار في السوق قيمتها 20%، حد هيجيلي والله يعبرني؟ ولا حد هيبصلي. طيب الحل ايه؟ ان انا اعمل خصم عشان الناس تسيب الحاجة امه 20% وتيجي لامه 18، لازم اديله حاجة اضافية. بديله ايه؟ بديله خصم. الخصم ده اسميه ايه؟ خصم اصدار. يبقى لو جيت سألتك بقى 3 اسئلة كده صح وغلط، يتم اصدار السندات بالقيمة الاسمية عندما تتساوى سعر الفايدة الإسمية مع سعر الفائدة السائدة في السوق، تقول لي إيه؟ صح. طب العبارة التانية، يتم إصدار السندات بعلاوة إصدار عندما يكون سعر الفائدة الإسمية أكبر من سعر الفائدة في السوق، تقول لي برضو صح. العبارة التالتة، يتم إصدار السندات بخصم إصدار عندما يكون سعر الفائدة الإسمية اقل من الفائده السائقه فين السائده فين في السوق، تقول لي برضو العباره ايه؟ صحيح. طيب ده احنا خدناه المحاضره اللي فاتت، وخدنا ازاي اعالج علاوه الاصدار، وقلنا ما تختلفش كتير عن المعالجه فين في الاسهم. تعالوا بقى ناخد خصم الاصدار ونشوف هنعمل في خصم الاصدار وهنعالجه ازاي. نقول بسم الله ونبدا ونشوف. انا مفروض عند القيد بتاعي اللي انا بحصل بيه قيمة السندات، بقول من حساب البنك الى حساب المكتتبين، وارجع اقول من حساب المكتتبين الى حساب قرض السندات، تمام كده؟ طيب اهو حساب البنك وحساب المكتتبين. لو احنا افترضنا ان انا حصلت 100,000، حصلت كام؟ 100,000، وكانت قيمة السندات 120,000، يعني انا عامل خصم كام؟ 20. طب هقول بقى حساب المكتتبين اهو، انا المطلع بالرمز ميم ب100,000، وحساب قرض السندات 120,000. انا عندي طرف في 100
وطرف فيه 120. يظهر عندي بقى في الجانب المدين هنا 20، بقول عليهم حساب خصم السندات. يبقى انا خصم السندات بيظهر في الجانب المدين اهو. يبقى نقول فإن حساب السندات يجعل دائما بالقيمة الايه؟ الاسمية للسندات اهو، قرض السندات هيجعل مدين بالقيمة الاسمية كلها، وحساب خصم الاصدار مدين اهو. تمام كده؟ طيب الخصم الوقت ده بالنسبة لي بقى، احنا اتفقنا ان العلاوة ربح، يبقى الخصم عكسها ايه؟ خسارة. خسارة ايه؟ خسارة، تعتبر خسارة ايه؟ خسارة رأس مالية. يمثل الخصم خسارة رأس مالية. يبقى اما اجي اسألك كده في سؤال صح وغلط، اقول لك يعتبر خصم اصدار السندات من الخسائر الإرادية، تقول لي ايه؟ غلط. لا، ده هي خسائر ايه؟ رأس مالية. تمام كده؟ طيب الخسائر دي تخيلوا كده، انا ينفع استهلكها في سنة واحدة؟ يعني احمل السنة اللي انا خدت فيها القرض بيها، ولا احملها على عدد سنوات القرض؟ يعني لو انا افترضنا ان انا عندي خصم اصدار 100,000 جنيه، وقيمة القرض 5 سنين، قيمة القرض كام سنة؟ 5 سنين، احمل الخسارة دي اللي هي الخصم في اول سنة، ولا اقسمهم على ال5 سنين؟ لا، يتم تقسيم خصم الاصدار على سنوات القرض. تمام كده؟ يعني كل سنة هتستفاد من قيمة القرض أوزع عليها جزء من خصم إيه؟ الإصدار. طب إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض بأمثلة إيه؟ عملي. تعالوا ناخد أول حاجة مثال على إصدار سندات بخصم إصدار. بيقول لك أصدرت إحدى الشركات المساهمة 1500 سند، وطرحتها الاكتتاب في 1/6/2016، وذلك بسعر 8 جنيه. علما بأن القيمة الإسمية للسند كام؟ 10 جنيه. ركز بقى، القيمة الإسمية 10، أنا بعته بكام؟ ب8، بعته بمبلغ أقل. يعني عندي هنا في فرق بين الاتنين، 2 جنيه خصم إصدار. أيوة، يبقى أنا عندي هنا إصدار سندات بخصم إصدار قيمتها الإسمية 10، أنا بعتها ب8، يبقى عندي خصم إصدار مقداره كام؟ 2 جنيه. تدفع مرة واحدة، يعني التحصيل هيتم على كام دفعة؟ على دفعة واحدة، في ميعاد أقصاه 30/6/2016، وقد تم الاكتتاب في جميع السندات، وفي 25/6 تم تخصيص وإصدار السندات. مطلوب مني أعمل القيود اليومية. طيب أنا إيه اللي حصل؟ الأول دخل لي في البنك 8 جنيه في 1500 أهو، بكام؟ هيطلعوا ب12,000 جنيه. 12,000 جنيه من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات بكام؟ ب12,000 جنيه. طيب بعد كده عاوز بقى اقفل المكتتبين دول في قرض السندات، اقول من حساب المكتتبين في السندات بكام؟ ب12,000. طب الى حساب قرض السندات بكام بقى؟ منساش بالقيمة مين؟ الاسمية اللي هي كام؟ 10 جنيه. يبقى هقول 10 في 1500 سند ب15,000 جنيه. طيب عندي هنا 15، وعندي هنا كام؟ 12. يبقى في عندي فرق كام؟ 3، اللي هو عبارة عن ايه؟ خصم اصدار السندات. يبقى نقول من مذكورين 12,000 جنيه حساب المكتتبين في السندات، 3,000 جنيه حساب خصم اصدار، الى حساب قرض السندات بكام؟ ب15,000 جنيه. طيب ال 3,000 جنيه دول بتوع كام سنة؟ بتوع 5 سنوات بتوع القرض. يبقى هاجي اقفل السنه دي في حساب الارباح والخسائر، واقول من حساب الارباح والخسائر الى حساب خصم اصدار السندات بكام؟ ب 600 جنيه. طيب لو كان مده القرض سنه واحده، هقفله في السنه اللي انا فيها بس، يبقى اقوم قايل ب 3,000 على طول، اقفله على طول في سنه ايه؟ واحده. لكن ما دام هيتقفل على 5، يبقى اقوم قايل على 5 هتساوي 3,000 على 5 ب 600 من حساب الارباح والخسائر، والسنه اللي بعد كده برضه هقول 600 من حساب، لحد ما اجي في نهايه 5 سنين الاقي حساب خصم الاصدار اصبح كام؟ 0. طب ازاي الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال ونشوف. نقول بسم الله. بقول لك اصدرت شركه مساهمه في 1/5/2011 1000 سند، سعر السند الاسمي 10 جنيه. يبقى القيمه الاسميه كام؟
10 جنيه، بخصم إصدار 1.5. هنا خصم الإصدار كام؟ 1.5. خصم في 1000 سند ب1500 جنيه، يبقى أنا عندي خصم الإصدار بتاعي كام؟ 1500 جنيه، على أن يرد القرض بعد كام سنة؟ بعد 5 سنوات. فإذا علمت أن السلة المالية للشركة تنتهي في 31/12، ركز معايا بقى هنا قوي، المبلغ كام؟ 1500، هيتم رده على كام سنة؟ على 5 سنوات، يبقى كل سنة هتتحمل بكام؟ ب300 جنيه. طيب السنة الأولى القرض داخل فيها امتى؟ 1/5. يبقى ركز بقى، شهر 5 معايا، 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، دول 8 شهور. يعني السنة الأولانية اللي هي سنة 2011 مش هاخد سنة كاملة، ده ناخد فيها كام شهر بس؟ من شهر، من أول 5 لحد 31/12 اللي هو 8 شهور، يعني قلت 300 في 8 على 12 هتساوي 200 جنيه، يبقى السنة الأولانية اللي هي سنة 2011 هتتحمل بكام بس؟ ب200 جنيه. ليه؟ لأن القرض هيقعد فيها كام شهر بس؟ 8 شهور. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض، أنا عندي أهو القرض، إلى حساب قرض السندات اللي هي حساب خصم الإصدار كام؟ 1500، لأن القرض هيكون إيه؟ من مذكورين، حساب المكتتبين وحساب خصم الإصدار إلى حساب قرض السندات، أهو رحلت القرض لحساب خصم الإصدار، 1500 قيمة الخصم. السندة هتتحمل بكام بس؟ ب200. هيتبقى عندي رصيد كام؟ 1300، ده رصيد مرحل من السنة الأولى، أبدأ به بداية رصيد جديد في السنة التانية. طيب السنة بقى التانية هتاخد كام؟ ما هي سنة كاملة، هيتحمل بكام؟ ب300 جنيه أهو، أقول 300 وكان عندي 1300، يتبقى عندي رصيد كام؟ 1000، ده السنة مين؟ التانية. أروح السنة التالتة بالألف بتاعتي أهي، تمام، وأحمل السنة دي بكام؟ 300، يبقى كان بادئ بـ1000، شلت منهم 700، اتبقى عند رصيد 700 أهو، أتنقل به السنة اللي بعدها، يبقى ده السنة رقم 3. السنة الرابعة بدأت بكام؟ 700، حملها بكام؟ 300، اتبقى عند رصيد مقداره كام؟ 400، دي السنة الإيه؟ الرابعة. طيب بعد كده كان عنده 400، حملتهم ب300، اتبقى عندي كام؟ 100، دي السنة الخامسة. طيب اتبقى 100، هحملهم للسنة السادسة. واحد يقول لي ايه؟ طب ازاي؟ انت قلت 6 سنين. لا ركز، انا هبدأ امتى؟ 1/5/2011، هسدد امتى؟ 1/5/2016 اهو، اللي هو كام؟ 2016. انا ما قعدتش هنا سنة كاملة، انا قعدت هنا بس 4 شهور، اللي هو شهر 1 و2 و3 و4، وقعدت هنا كام؟ التمانية. انا لو جمعت الجزء الاولاني اللي هو الـ8 شهور بتوع السنة الاولى على الـ4 شهور بتوع السنة السادسة، هتلاقي سنة كاملة، يبقى هما كام سنة؟ 5. تمام كده؟ يبقى كده لو احنا هنقسمه على عمر القرض. طب تعالوا ناخد مثال تاني وحالة تانية ونشوف بقى المعالجة ازاي. بقول لك هنا بقى، اذا كان شروط اصدار السندات ان انا هدفع قيمة السندات على دفعات، هناك انا كنت هدفع في نهاية الكام؟ في نهاية الـ5 سنين، او على ان رد القاعدة بعد كام سنة؟ بعد 5. لا هنا بقى لو انا هسدد على دفعات، يعني هدفع جزء من القرض في السنة الاولى، وهدفع جزء من القرض في السنة التانية، وهدفع جزء من القرض في السنة التالتة، وهدفع جزء من القرض في السنة ايه؟ الخمسة. هنعمل ايه؟ هنيجي نبص كده، نقول ناخد مثال عشان ايه نفهم منه. بفرض ان قرض السندات 2000 جنيه لمدة 5 سنوات، تمام، يرد خمس القرض كل عام، يعني هيتقسم بالتساوي على كل سنة، ماشي. واذا علمت ان خصم الاصدار بلغ 200 جنيه، طيب انا عندي 2000 جنيه
قيمة قرض يتم استهلاكه على 5 سنين أو سداده على 5 سنين على أقساط لمدة كام سنة؟ 5 سنوات، وعندي خصم إصدار مقداره كام؟ 200. طيب الحل هيكون إيه؟ السنة الأولانية هيتم الانتفاع عندي من قيمة القرض بكام؟ بمبلغ 2000، تمام كده؟ لأ، هي دي 20000 على فكرة. السنة الأولانية استفادت بكام؟ ب20000 أو 2000، معلش هي ده 2000، القرض 2000، تمام. يبقى السنة الأولى تنتفع بكام؟ بال2000 كاملين، لأن هما ال2000 عندي. في نهاية السنة الأولى أنا هدفع كام؟ هدفع 400. يبقى هيتبقى عندي في السنة التانية كام؟ 1600. هدفع برضه 400. بقى عندي في السنة التالتة كام؟ 1200. هيتبقى 400. أدفع 400، يتبقى كام؟ 800. والسنة الخامسة أدفع كام؟ 400. لو جينا بصينا عندي سنة أولى، سنة تانية، سنة تالتة، سنة رابعة، سنة كام؟ 5. لو جينا شفنا النسب هنلاقي النسبة 5 4 3 2 1، تمام؟ 5 4 3 2 1. ال200 جنيه بقى، أنا في الحالة اللي فاتت كنت بقول 200 على 5 فيها 40 جنيه، حمل كل سنة ب40. هنا لأ، هنا لازم أحملها بالنسب اللي قدامنا دي، نسبة 5 إلى 4 إلى 3 إلى 2 إلى 1. إزاي؟ هقول الـ200 أهو تحمل السنة الأولى 200 في 5 على 15 اللي هم المجموع دول، نصيب السنة الأولى 5. طيب السنة التانية نصيبها 4، هحمل 4 أهي، يبقى 200 في 4 على 15. السنة التالتة 200 في 3 على 15. السنة الرابعة 200 في 2 على 15. السنة الخامسة 200 في 1 على 15. النسب اللي طلعت دي لو جمعتها في الآخر هيطلعوا كام؟ 200 جنيه. وبكده نكون خلصنا المسألتين اللي معانا، سواء قيمة القرض هيتم سداده دفعة واحدة أو هيتم سداده على أقساط. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله.